تعرف مين اذكى شخص في مصر؟ اكيد زويل معروفه. الفيلم ده للناس اللي بتحب الافلام الكوميديه. من اجل زيكو فيلم كوميدي درامي بيحكي عن الطفل زكريا فتحي واللي اتغيرت حياته من اذكى طفل في مصر لاشهر طفل بيغني في مصر. اذكى طفل في مصر زكريا فتحي. مين زكريا فتحي؟ انا ابني عبقري مش عارف. زيكو او زكريا بيعيش مع ابوه اللي بيشتغل سواق عربيه تكريم انسان، وامه صفاء اميه، لكن بتشجعه دايما ان هو يهتم بدراسته، وعايش معاهم جده وعمه، وفي يوم حصل اللي عمرهم ما يحلموا بيه. في ايه؟ عمل ايه الولد؟ عملت ايه يالا؟ حضرتك والده؟ انا والده. اه عملت ايه يا ابني؟ لا لا ما عملش حاجه، انا جاي اسجل معاه لقاء بس قبل دخول المسابقه. مسابقه ايه؟ اذكى طفل في مصر. ومال ابني انا بقى اذكى طفل في مصر؟ ما هو واخد تقييم من وزاره التربيه والتعليم انه من اذكى 3 اطفال في مصر. ابني انا؟ ده احنا كنا بنرضعهم فتاقة. جالهم جواب ان ابنهم مرشح لمسابقة اذكى طفل في مصر من بين 3 اطفال في المسابقة، وبدأوا يحلموا لابنهم ووصلوا انه زويل مصر القادم، وبرغم من انهم فقراء قرروا يسافروا سيوة ويشترك ابنهم في المسابقة. بس احنا هنسافر بالعربية دي. ماشي بس هركب قدام مش هركب ورا انا مع الميتين. ها اركب ورا مع الميتين. انت عبقري يالا، عارف يعني ايه عبقري؟ لا. خلال الرحلة عدوا بمشاكل وناس مختلفة، ولما وصلوا اكتشفوا ان المرشح للمسابقة طفل تاني غير زيكو، وان ده كان تشابه اسماء. بس فتحي وصفاء ما فقدوش الامل واصروا ان زيكو يشارك في المسابقة، بس للاسف معرفش يجاوب على ولا سؤال، بس عارف يغني. هات خريج نتيجة ايه؟ بصراحة انا ما بعرفش اجاوب الحاجات دي، بس انا ممكن اعمل حاجة تانية. هتعمل ايه تاني يالا؟ اغني. غني ايه يا ابني؟ ده برنامج مسابقات ملوش دعوه بالغنى خالص. اشتهر زيكو واتغيرت حياه عيله فتحي وحققوا كل اللي بيحلموا بيه. تابعوا قصه زيكو وازاي وصل للشهره على شاهد في اي بي مع منى شلبي وكريم محمود عبد العزيز ويوسف صلاح اللي عمل دور زيكو. العم يجي يكلم الراجل ده بيقول بره كده هتقولي عايز يرمي الراجل ده بره. شفت منى شلبي في رمضان السنة دي؟ اه طبعا في بطلوع الروح. طب وايه رأيك فيها يعني؟ كانت هايلة. سلينج رجع لكم بشكل جديد وبمحتوى أجدد. دلوقتي تقدر تستمتع أكتر بكل ما يعرض على تلفزيونك العربي مع سلينج عربيك تي في. كل اللي عليك تضغط على جايد من حسابك الخاص وبعدها على سلينج سنترال عربيك تشانل، وبكده تقدر تتابع المحتوى المفضل ليك وكل الخدمات اللي بيقدمها لك زي الأبكومينج ريليسز اللي بتعرض لك بروموز العروض الجديدة على قنواتنا، الإكسايتينج بريفيوز واللي من خلاله بنرشح لك أقوى 5 عروض بتتعرض على قنواتنا، الأرابيك ريفيوز واللي هتعرف رأي بعض المشاهدين فيما يعرض على قنواتنا، سلينج أرابس أون ستيج واللي بتتعرف من خلاله على معلومات أكتر لنجمك المفضل، والكول سلينج فيتشرز هتساعدك تتعرف على مميزات تطبيق سلينج، بالإضافة لهاو تو فيديوز هتعرفك على طريقة استخدام تطبيق سلينج. بجانب الأرابيك ريسيبيز بنعرض لك طرق عمل أشهى وأشهر الأكلات في الوطن العربي. سلينج أرابيك تي في تلفزيونك العربي.